تيرودانت هي تعتبر إحدى أعرق وأقدم مدن المغرب على وجه الإطلاق. فحسب المؤشرات والقرائن التاريخية التي نتوفر عليها، يعود بناؤها أكثر من 300 سنة قبل الميلاد، بمعنى ما بين القرن الثالث وما بين القرن الخامس قبل الميلاد، أتحدث عن قبل الميلاد، أي الفترة التي تتزامن مع الوجود الفينيقي والقرطاجي بشمال إفريقيا. حسب المؤرخين فإن بناءها يعود لتحالف قبائل جزولة وهشتوكا، وهذا يؤكد أن هذه التحالفات القبلية التي نشأت على إثر المؤثرات الحضارية الواردة من قرطاجة وأدت إلى ظهور تحالفات قبلية أو إمارات محلية، فكانت قبائل هشتوكا وجزولة في حاجة إلى بناء عاصمة لهم، فكانت هي تيرودانت. تيرودانت استمرت في لعب أدوارها حقبا بعد ذلك، فعندما دخل الفتح الإسلامي إلى المغرب وصلها عقبة بن نافع، وحسب روايات المؤرخين فإن اقتحام تيرودانت من طرف عقبة كان له أثر في خضوع كل قبائل سوس. أسوار تيرودانت هي نتاج لكل الدول المتعاقبة على حكم المغرب من المرابطين حتى العلويين، وهذا ما جعل عالم الآثار الفرنسي أندري بازارا يعتبرها متحفا قائما لتقنيات البناء الترابي في شمال إفريقيا. التناقض الكبير الذي يلاحظ في مسيرة تيرودانت هو عدم تطابق ماضيها وأدوارها التي لعبتها في تاريخ المغرب مع حاضرها، فالحاضر لا ينبئك عن الماضي، وبالتالي تجد مفارقة كبرى عندما ترجع إلى أوصاف تيرودانت عبر الكتب والمصادر التاريخية، تجد فرقا وبونا شاسعا عما تراه العين عين المتفقد والمتجول. فتيرودانت نالها كثير من الإهمال ونالها كثير من التهميش للأسف، وأهملت معالمها، ورغم الجهود التي بذلت فكانت هذه الجهود محتشمة لا ترقى إلى ما تحتاجه المدينة وإلى ما تستحقه المدينة نظرا لأدوارها في تاريخ المغرب. كثير من المدن استفادت من رد الاعتبار لمعالمها. هذا البرنامج لم تحظى به تيرودانت ولم تستفيد منه، وهو ما يجعل معالمها التاريخية آيلة للزوال وآيلة للاندثار، خاصة وأن لها خصوصية. هذه المدينة توجد في منطقة لا تتوفر بها الحجارة، لذا كل معالمها مبنية من التراب المدكوك، ونحن نعلم أن البناء الترابي يحتاج إلى صيانة متواصلة وإلى تتبع إذا أردنا له أن يستمر ويبقى. وأسوار ومعالم تيرودانت لا تحظى بهذا العناية ولا تحظى بهذا المجهود المتواصل. أضف إلى ذلك أن كثيرا من معالم المدينة غير مصنفة إطلاقا، لا وطنيا ولا دوليا. هذا يبين هول الفرق بين الماضي والحاضر، ويبين ما تحتاج إليه المدينة من جهود جبارة لتعود إلى مجدها ولتعيد رونقها ولتستعيد ذاكرتها التاريخية.